وزارة الدفاع الوطني وفاة مواطن وإصابة آخر مساء أمس قرب ملتقى الطرق المعروف بكارفور باموكو بمقاطعة الرياض إثر انفجار جسم متفجر. وقد أصدرت وزارة الدفاع بيانا أعلنت فيه فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث وطبيعة الجسم المتفجر. ولتسليط الضوء مشاهدينا الكرام على هذا الموضوع نستضيف لكم المفوض الرئيسي السيد محمد والكابر وهو المدير الجهوي لأمن نواكشوط الجنوبية. مرحبا بكم سيد المفوض، ونشكركم بداية على تلبية الدعوة والمشاركة معنا في النشرة. سيد المفوض، حسب التحقيقات الأولية، ما هي ظروف وملابسات هذا الحادث؟ أشكر التلفزيون الوطني على إتاحة الفرصة لتوضيح هذا الموضوع وإنارة الرأي العام. أمس مساء أمس قبل بعد صلاة العصر وبلغنا بحدوث انفجار في الحي الواقع شرق كارفور بامكو. بادرنا إلى موقع الحادث، طوقنا، وجدنا فتاة متوفى نتيجة الانفجار. هو عبارة عن انفجار قنبلتين يدويات صغيرات، واحدة منهم انفجرت والأخرى وجدناها لا زالت متنفجرة بعد. فتاة، هو فتاة عامل على عربة حمار، وحسب المعلومات الأولية اللي استشفينا استقيناها من الموضوع، الفتاة مش خرج من عنده بعد الظهر مع اثنين من أولاد خالته بحثا عن حمار عربته ضال عليه، وافترق هو ابناء خالته، مشى هو على حده ومشى هم على جهه، مشى يبحث عنها في مستودعات القمامة، وفي طريق عودته في الشارع الرئيسي حدث الانفجار. في شخص ثاني قادم من المسجد في اتجاه المعاكس تزامن وجوده بالصدفة، هو راجل خمسيني تزامن وجوده بالصدفة والضرر من الانفجار وصيبه بجروح بسيطة. تم نقل الأول إلى المستشفى والثاني رحمه الله توفى. سيد مفوض، هذا سيقودنا إلى سؤال، هو ما طبيعة هذا الجسم الذي تسبب في وفاة الشخص وإصابة الآخر؟ هو عبارة عن قنبلتين يدويات صغيرات، واحدة منهم انفجرت والأخرى لم تنفجر بعد. القنبلة التي لم تنفجر استدعيت لها وحدات الهندسة العسكرية واحتفظت بها. هي عبارة قنبلة ظاهر فيها أنها متقادمة، يبدو أنها وجدت إما وجدت في كوام قمام، إما وجدت لأنها بدأت الصدى يبان عليها بدون أنها لها فترة من الزمن مطروحة في الأرض. إلا أن كل ما هم الموضوع الأكثر العنصر الأهم في الموضوع أن العملية لم يكن وراءها دافع جرمي، ولم تكن الخبر الموجود مصدر القنبلة حسب اعتقادنا أنه موجود من أكوام القمامة اللي على عبوا فيها هؤلاء الفتيان، خاصة أن الفتاة كان قادم منها بحثا عن عربته. ثانيا، الشخص الوحيد اللي كان موجود لم يكن أحد معه موجود الله هو، تالي آخر حد عادوا به ابناء خالته، فتصلوا عنه حد من ربع ساعة نص ساعة قبل الحادث، وخلال عودته حدث الانفجار في انفجر تحت القنابل وبقية الأخرى. بالتالي إنه لم يكن عملا جرميا، إنما كان حادث عرضي. هذه المعطيات الأولية عن التحقيق لا زال بدأ. السيد مفوض، قد يطرح سؤال عن سبب وجود هذا الجسم في هذه المنطقة أصلا. في الحقيقة في منطقة الميناء ما هي بعيدة من أكوام قمامة موجودة من فترة من الزمن، كانت هي مخلفات، كانت أصلا شركة القمامة اللي كانت الأجنبية كانت هون انسحبت، وبدأت الشركات الوطنية تزاول عملها في مستودعات مؤقتة القمامة، يبحثوا فيها الأطفال بحثا عن بقايا العلب الفارغة، بحثا عن الحديد، بحثا عن هي أكوام القمامة تجمع من كل فج. في العام الماضي وجدنا قذائف في نفس المنطقة، هي عبارة عن قذائف قديمة، مصدرها من منين الله أعلم. المهم تم في حينها تم التحرف عليها وسجلت لوحدات الهندسة العسكرية وسلمت لها، وحتى الساعة لم يظهر بعد ذلك على أي جسم غريب قبل هذه القنبلتين. إذا المفوض الرئيسي محمد والكابر المدير الجهوي لأمن نواكشوط الجنوبية، كنتم ضيفنا في هذه النشرة مرة أخرى، شكرا جزيلا لك. أشكركم.